مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا ألفت، اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا قال يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ عشان تعرف تفكر. تعالوا ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي ايه؟ رفقي يا سعد بيه. شوقت يا جماعه، انا قلقان قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العواقب السليمة ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء، خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا؟ ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنة. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا اخي. ممكن اتفضل؟ اتفضل اتفضل. تعال انت معايا، هو انتوا الاثنين خليكم في الشركه. كلم الراجل بتاع حواض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش، فاهمين؟ حاضر. يلا يا مع السلامه يا سعد بيه. مع السلامه يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروح للدكتور. إيه بنت وفاء؟ غور في داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 صفاء. صفاء! أنا سعد التالي! أنت مين؟ وقال لله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما قلكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. إحنا لقينا بيه بعد الحرب. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها. كانت مرميه على صخره في ابو قير. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب.
يا صفاء. اهدي يا حبيبتي. انت السبب، انت السبب في اللي بيجرى لنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. يو نو انت واحد نازك. انا نازك؟ تعالي تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي يا اختي تعالي. ايه المسخره اللي انت لابساها في العزا دي؟ انت جايه تعزي في رقاصه؟ دي سمكه، ومش اي سمكه، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدونتيل ده؟ ايه مش بتاع العزا؟ لا سيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليك لابساه، خليك لابساه. اهدي بقى، اهدي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا ناوي يا صفاء. غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده. حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي يا عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. مش فيكي لوحدك، خلاص صوي. يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم، اشوفك. بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي، صاحب محلات مجدوف للاسماك. ونعم الرجال. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام؟ قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت. ارجوك الكلام اللي قالته صفاء ده يبقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني، مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صفاء في نفسي. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده، ثانيه. مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعزف. تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره! مش عايز ولا قطه تخش العزا، اتفضل بره! اللي جايه تعزي، اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. استخص على القطه. ايه ده سعد بيه؟ لا مؤاخذه، شرفنا يا حاج، شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي، انا هنا. انا لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. انا احنا نعرفوها من زمان. ايوه انا اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي. اطلعوا بره، مش عايز قرف. ايه ده؟ المواد القبيحه ديت والزفره دي، اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. ده لا انا مش هسكت على الهله دي. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ على الهله دي. خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي، بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع يا حبيبتي يا صفاء. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. انا طبعا حاضر. اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. يلا بره، خد الولادي بره. تعالي هنا. انت خرجتي امتى؟ حبيبتي يا صفاء. الله العظيم يا رب. يا لهوي يا لهوي. روعه احساس يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بايدي فاضيه ابدا. سلام. اهدي يا مدام، خدها بدل ما اطلعها. يلا صفاء كانت غالية علينا كلنا. اتفضل. الولية ماشية ازاي في العزا؟ بتستفزني. نورت يا حاج. واحد الله، واحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم، فرد فرد، وكل صيادينها رجالة. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء.